من لندن ينضم إلينا عمر بشير مراسل الغد. عمر، هل لك أن تضعنا في صورة هذه المسيرة المطالبة بالاستفتاء الثاني، وكيف تتعامل الحكومة البريطانية، أو هل من ردود فعل للحكومة البريطانية ولتيريزا ماي على ذلك؟ نعم سهام، يعني نستطيع أن نقول أن الشارع البريطاني من خلال هذه المسيرة وهذه المظاهرة الكبيرة أرسل رسالة قوية إلى الحكومة البريطانية لإعادة الكلمة إليه وفق البند الأساسي في هذه المظاهرة. الأرقام الأولية تفيد بأن أكثر من 1,000,000 شخص شاركوا في هذه المظاهرة، بعضهم ومعظمهم موجودون خلفنا في الساحة الكبيرة أمام البرلمان البريطاني، الباقون موزعون أيضا في الشوارع الرئيسة في العاصمة لندن. هذه المظاهرة شهدت مشاركة شخصيات بارزة، منها صادق خان عمدة لندن الذي تحدث قبل قليل أمام الحشود الموجودة وقال إن البريطانيين لم يصوتوا على اتفاق أو على الخروج من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ولم يصوتوا على الخروج باتفاق مجحف كما قال، وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالبريطانيين ومستقبلهم فإننا لابد أن نقلق على هذا المستقبل، يتحدث عن الخروج. وأيضا يعني استغرب إدانة واستنكار رئيسة الوزراء البريطانية بعد مشاركة عدد من النواب البريطانيين في مجلس العموم من أحزاب متعددة منها المحافظين في هذه المظاهرة. المظاهرة ما زالت مستمرة، هي في ساعتها الأخيرة، والأعداد الأولية كما قلنا تتحدث عن 1,000,000، ولكن أيضا هناك توقعات بأن يزداد هذا العدد، بالتالي يصبح هذا العدد إلى الآن هو أكبر عدد من المتظاهرين تشهده بريطانيا في مظاهراتها المتعددة التي خرجت لرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكبرها كان في أكتوبر الماضي عندما خرج 700,000 بريطاني رفضا للخروج. عمر بشير مراسل الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن.